بوشار بالرقم 2، ربيع ميلود بالرقم 25، رياض كنش بالرقم 20، فارس حاشي بالرقم 3، جمال بلعمري بالرقم 17، وكذلك توفيق زرارة بالرقم 29، إبراهيم أمادة بالرقم 6، أكرم جحنيد بالرقم 7. طلقت الشوط اللقاء الثاني، ضربة البداية لفريق وفاق سطيف الجزائري، لا تبديل ولا تغيير، ده قالوا جابوا في المقدمة الهجومية طاقم التحكيم، طبعا طاقم التحكيم البوتسواني بقيادة جوشو بوندو، معاون أول جوديش أمانغ، والمعاون الثاني ميشيل ميروري، والحكم الرابع ستيك جوبا. تراوري الآن في المريخ، تراوري في المريخ يستعد المشاركة، سنرى من خرج. عنكبة، نعم غادر عنكبة، ودخول تراوري، ممادو تراوري المعترف في صفوف المريخ، تأخر كثيرا، لم نظلم عنكبة، ولكن تراوري صاحب حلول فردية ولاعب يمتاز بالتصويب. مخالفة لمصلحة وفاق سطيف، جابوا على تنفيذ المخالفة، جابوا على تنفيذ المخالفة، جمال سالم في المرمى، الحكم يضع الرصاص المتلاشي لحائط الصدى المكون من رجع عبد العاطي وعمر بخيت أمام الكرة، جابوا بالرقم 10 عبد المؤمن جابوا نجم الأفريق التونسي السابق، ميسي العرب كما يحلو لعشاق هذا اللاعب ولعشاق الكرة الجزائرية، سولات الجولات مع المنتخب الجزائري، جابوا يلعب كرة داخل منطقة الجزاء، جمال سالم ممتاز، خلص الكرة الماضية تعود لمصلحة المريخ، أمامية ملعوبة تجاه بكر عبد القادر، حكم يأمر استمرار المباراة، خطأ لمصلحة بكري، نعم خطأ لمصلحة بكري، وتراوري يجد التصويب من هذه المسافة تحديدا، نعم بكري واللاعب رياض كنيش على أرضية الملعب، اصطدام وتصادم بين اللاعبين الاثنين في أرضية ملعب استاد المريخ، سنشاهد في الإعادة لقطة سقوط اللاعبين الاثنين بكري وكنيش على أرضية ملعب المباراة، أو سفيان بوشار ثنائي قلب الدفاع، الكرة كانت مع بكر عبد القادر وحيدا، نعم بوشار لقطة سقوط بوشار، استعمل مرفق بوشار في اللقطة الماضية على بكر عبد القادر المدينة، هداف فريق المريخ في البطولة الأفريقية الماضية وهداف الفرقة الحمراء في الدوري الممتاز، بكر عبد القادر، خروج بوشار، سلام بوشار وبكري، سلام مامادو تراوري، أو رمضان عجب أحرز في قانا من هذه المسافة، أتمنى نادي التعديل بأقدام رمضان أو تراوري، على يوسف أمام الكرة وحيصد من 4 لاعبين، أرد هذا المتلاشي من حكم اللقاء لضبط حائط الصد البشري المكون من 5 لاعبين، عجب على تنفيذ المخالفة، رمضان كرة مرت إلى خارج أرضية الملعب عالية من رمضان عجب، تحولت لمصلحة فريق وفاق سطيف الجزائري لمصلحة خضيرية، ركلة مرمى لمصلحة تفيان خضيرية، حولت لمصلحة وفاق سطيف الجزائري ركلة مرمى ملعوبة من خضيرية، عادت راسية من أمير كمال علي جعفر وجابه، خلص علي جعفر، عادت لعمر بخيت يبعد من جانب عمر راجي، حاولت الاستلام، العودة للاعب رمضان عجب لعمر بخيت، تراوري استلام وتمرير لراجع عبد العاطي لبكر عبد القادر المدينة، تمرير لتراوري يبحث عن زميل تراوري، عودة لرمضان عجب، ضغط من جانب الفريق الجزائري على حامل الكرة، رمضان خلص رمضان والمخالفة، نعم لمصلحة الفرقة الحمراء، أين البطاقات يا حكم؟ مخالفة لمصلحة رمضان عجب، كوفي يستعد ورمضان لتنفيذ المخالفة، شهد الكلام في كل مكان عبر غادة الملاعب الرياضية سودان سبورت، أيضا يمكنكم متابعة المباراة عبر تقنية الـ HD على الغمر الإماراتي ياها سات على مدار المدار 52 شرق التردد 12456، مخالفة لمصلحة الفرقة الحمراء ورمضان عجب وكذلك كوفي
الكوفي يلعب كرة داخل منطقة الجزاء خطيرة وعادت لمصلحة المريخ، ولكن تحولت لمصلحة عمر بخيت. لا شك يا حكم اللقطة الماضية، وحنشوفها بإذن الله تعالى في الإعادة. كرة معكوسة عادت من عمر بخيت، راسية للاعب بخيت خميس، وبعدها من جانب بخيت ملعوبة أمامية يا بكر عبد القادر وماجد الراوري، مرت للاعب فارس حاشي، وبعدها من جانب فارس عادت لعمر بخيت. كانت التمرير للاعب كوفي، استلام كوفي يبحث عن مرور كوفي تراوري، رمضان عجب، رمضان من رمضان توقف رمضان، وعكسية من رمضان وحشة من رمضان، مرت إلى خارج أرضية الملعب. شوف لقطة الكرة الماضية داخل منطقة الجزاء، نعم كوفي شاهد الراسية وعادت مرت، تحولت لمصلحة الفرقة الحمراء. بعيدة وصعب الحكم على هذه المنطقة تحديدا. عموما ركلة مرمى لمصلحة وفاق سطيف الجزائري، الراسية تعود من أمير كمال، أمير كمال عادت لمصلحة وفاق سطيف، المريخ من جديد، أمير كمال وسط الملعب، ضغط على حامل الكرة على يوسف، رافع على ينجح في استغلاص الكرة، افتحلت فيها لاعب كوفي، شعلة وحيوية نشاط لكوفي، يلعب كوفي للراجع عبد العاطي، راجل على يوسف، ضغط على حامل الكرة مطلوب، عاد الحارس خضيرية مبعدة من جانب خضيرية الدقالو، خلص رمضان عجب، رمضان في رمضان يلعب كرة رمضان لكوفي، استلام لكوفي يبحث عن راجي، تمرير لراجي، مرت بخيت خميس، يلا بخيت، كانت العرضية والعكسية لبخيت، تحاول تراجع عبد العاطي، راجي يلعب لعمر بخيت، عمر بخيت حاول التوقل، مقطوعة من عبد المؤمن جابو، حزاري من جابو، حزاري من جابو، دخل لعلي جعفر، ممتاز، أمير كمال في استغلاص الكرة الماضية، تعود لعلي جعفر من جديد، تقطع من الفرقة الحمراء، ممادو تراوري، مرت لمصلحة وفاق سطيف الجزائري، مرت لمصلحة وفاق سطيف، تحاولت لمصلحة أمير كمال، أمير عودة لرمضان عجب، رمضان عجب، رمضان وسط الملعب، راجع عبد العاطي على يوسف لرمضان عجب، وخاطئة جانبية، كان الله في عون الجماهير الصابرة والصامدة في أرضية الملعب، إن شاء الله الفرح قريب وآتي بإذن الله تعالى من جانب الفرقة الحمراء في قادم المواعيد وفي قادم الدقائق. شوط المدربين، من ينجح في هذه اللحظات؟ لوكي مايل دفع بأولى الأوراق، وجيجر يحتفظ بالتشكيل والرسم التكتيكي الذي بدأ به اللقاء. بخيت خميس في اتجاه الكرة تلعب للراجع عبد العاطي، عمر بخيت سلام لعمر، غير اتجاه الكرة ملعوبة لرمضان عجب، إلى رمضان على الناحية اليمنى، سلام لرمضان والتحويل للاعب علاء يوسف، معاوة المرور لعلاء، ينجح علاء يوسف في المرور، فاصل من المراوغة، يعود علاء يوسف، حوت العكسية معكوسة ولكن ركنية قادمة للفرقة الحمراء، على يسار حارس المرمى كوفي فرانسيس على تنفيذ الركلة الركنية القادمة للفرقة الحمراء. كوفي فرانسيس تقدم جماعة لاعبي المريخ، وتراجع للاعبي وفاق سطيف عدا عبد المؤمن جابو، كوفي بلاسانات وحديث داخل منطقة الجزاء، راجع عبد العاطي، بكر عبد القادر لمصلحة ممادو تراوري، وتدخل ارتباك موجود، نعم الثالث غريب، يلا يا كوفي، يلا يا كوفي، مرور لكوفي داخل منطقة الجزاء، محاولة العكسية كترتها يا كوفي، عادت لمصلحة المريخ على يوسف، استلام محاولة المرور، استلام مع الدوران، مرور لراجع عبد العاطي، تهدئة الألعاب المريخية، عادت لعمر بخيت، تمرير لبكر عبد القادر، لا وجود دراية الحكم، هناك تسلل في اللقطة، ضغط مريخي رهيب على مرمى فريق وفاق سطيف الجزائري، ضغط مريخي رهيب على مرمى فريق وفاق سطيف الجزائري، وبرافو برافو برافو حقيقة اللاعب راجع عبد العاطي رجل المباراة الأول، نعم صحوة جماهيرية كبيرة جدا في ملعب المباراة، وألتراس المريخ تحديدا لا يهدأ، لا يهدأ، نعم الجنيد أيضا لا يهدأ، هنا الراسية، هنا شاهد الراسية، شاهد الراسية من جانب ممادو تراوري، نعم ممادو تراوري ترب كرة راسية، وعادت من جديد لراجع عبد العاطي، لقد ثاني مرة أحرز هدف ثاني تعادلي لمصلحة الفرقة الحمراء، لمصلحة الزعيم، هدف أتى
لمصلحة الزعيم تعادلي لمصلحة المريخ في اللقطات الماضية. بكري عبد القادر استلام لبكري وبروح رياضية كبيرة جدا. برافو برافو بكري، روح رياضية كانت كبيرة جدا من بكري عبد القادر. لا 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 لا، ممنوع 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 الملاسنات، لا لا يعني لا نستسلم او لا نجر وراء فريق وفاق سطيف الجزائري في الملاسنات داخل ارضيه الملعب، وعايز يستفزك الجزائري. يجب ان تستسلم، يجب ان يعني تكون هنالك رده فعل من جانب عمر بخيت وايضا من جانب اللاعبين المريخ في ارضيه ملعب المباراه. البرود والهدوء. نعم بكري اخرج الكره بروح رياضيه عاليه. برافو بكري ومعروف كما معروف ان كره القدم بيبدا فير بلاي في ارضيه ملعب المباراه. يلا يا بكري ويلا يا رمضان عجب، راجل رجل المباراه الاول وكراس المريخ جابوا عم بنفس الروح يا جابوا. نعم برافو جابوا ايضا لاعب كبير ايضا في فرقه الفرقه الجزائريه. وشاهد دقال وكان يريد ان يطلب الكره، دخل بخيت خميس حزاري. نعم بخيت ينجح بعد الكره الماضيه من جديد على مصعد الفرقه الحمراء. سناي من وفاق السيف على ارضيه الملعب، بدات الاساليب المعروفه ويجب ان لا تهاجم الجماهير الجزائريه معلق المباراه لانه في ارضيه الملعب موجود كان اكثر من لاعب في ارضيه الملعب كما هاجمت في مباراه الاهلي طرابلس معلق المباراه عندما لا تجد ان تتحدث في حقيقه. كره تحولت الان لمصعد وفاق السيف الجزائري جانبيه لمصلحه المريخ داخل منطقه الجزاء راسيه بعد من جانب بوشار عادت في الفرقه المريخيه جانبيه لمصلحه المريخ كانت بعيده عن الجابه حقيقه. علاء يوسف يا علاء، علاء يوسف جابوا كره تحولت لمصلحه فريق المريخ عكس سيمن رمضان عجب مرت الى خارج ارضيه الملعب الى رجله مرمى علاء. لاعب شغل على ارضيه الملعب من جانب وفاق سطيف صحوه جماهيريه كبيره جدا في ارضيه ملعب المباراه. ولاعب من وفاق سطيف شغل على ارضيه الملعب صافرات الاستهجان بدات الان من الجماهير الحمراء. خروج اللاعب من ارضيه الملعب مباراه اليوم شباب التنزاني والاهلي الغائري اسف يستضيفها لطرابلس. المريخ يستضيف وفاق سطيف هذه الاثناء الزمالك ومنيجي بيا الملعب المالي وزيسكي يونايتد الزامبي والوداد البيضاوي المغربي وتيبي مازن بي الكندي. هذا الحكم حكم توشي بونتو والحكم الذي اعتان مباراه المريخ العاصمه ومباراه اسم المريخ مازن بي ومباراه كذلك سان جورج الاسيوبي. ركله مرمى لمصلحه الحارس اختيار خضيريه. نعود لاجواء المباراه من جديد بعد التوقف في ارضيه الملعب. عادت الراسيه ملعوبه لراجي. يلا يا راجي مصلحه المريخ كوفي مرون لكوفي مرون لراجي. محاوله التمرير داخل منطقه الجزاء عادت لمصلحه الفرقه الحمراء. محاوله لفاق سطيف الجزائري ولاعب من الوفاق جابوا على ارضيه الملعب يعاني من اصابه. ماذا يحدث في مقصوره المريخ الرئيسيه؟ ربما احتكاك وتلاسن ايضا من جانب الجاليه الجزائريه وجماهير الحاضره الملعب، لكن اخلاقنا في السودانيين تمنعنا من بس هكذا اشياء. حقك تفرح في ارضيه الملعب، من حقنا ان نفرح على هدف التعادل. نعم الحديث من جانب زراره توفيق الحكم ايضا الانتقر مدرب فريق وفاق سطيف الجزائري. جانبيه تدخل لحاتم كذلك تدخل للاعب كذلك عفوا لابو جريشه. كره ملعوبه مرت الى خارج ارضيه الملعب. الحكم اخرج طلب من المدرب العوده الى منطقته الفنيه تحديدا وعدم التحدث مع الحكم الرابع. ركله مرمى على العموم لمصلحه الحارس في خضائريه حارس وفاق سطيف الجزائري.
عبد المؤمن جاب الحكم يطلب منه الكره الى خارج ارضيه الملعب. ورقه صفراء لتوفيق زراره في 29، ورقه صفراء توفيق زراره، عبد المؤمن جابه، سلامات لعبد المؤمن جابه، ينزل في ارضيه الملعب جابه لاعب اللاعب الجزائري عبد المؤمن جابه، اصابه كانت بايجابه، ربما اتفاق على الكره مع احد لاعبي المريخ، جابوا قائد فريق وفاق الصيف الجزائري في ارضيه الملعب. كره تلعب على يوسف، حاله الراسيه تعود لمصعد توفيق زراره، ورايه موجوده من المساعد الثاني ميشيل ميروري على اللاعب توفيق زراره. عمر بخيت وسط الملعب، مرور لعمر، تمرير للراجي عبد العاطي، راجي عبد العاطي يلعب لبخيت خميس، بخيت خميس لكوفي، حاله المرور لكوفي، يسقط كوفي على ارضيه الملعب، استخلاص الكره من جانب وفاق الصيف، العمر انتقالوا، امير كمال انتقالوا، جمال سالم بكل هدوء، خلص الكره الماضيه تعود لمصلحه الفرقه الحمراء، ملعوبه لمصلحه المريخ، عادت من جانب اللاعب رقم 17 جمال بلعمري، بلعمري محاوله المرور داخل دائره السنتر، يكسب مخالفه نعم لمصلحه وفاق الصيف الجزائري. أكرا يستعد للمشاركة في الفرقة الحمراء، أكرا يستعد للمشاركة في الفرقة الحمراء، لاعب سريع ولاعب مزعج، صاحب هدف، شاهد الدعوات، شاهد الحديث، شاهد التمني في أرضية الملعب، نعم هو الحل القادم بقوة والتأكيد في الفرقة المريخية، نجم المريخ الغاني أكرا أوغستين. مخالفة لمصلحة وفاق الصيف، عاد الان عبد المؤمن جابه الى ارضيه الملعب، اللاعب رقم 10 بعد تم اسعافه خارج ارضيه الملعب، سليم معافى تماما في ارضيه الملعب، وسلامات لكل اللاعبين المشاركين في هذه المباراه. الكره مرت وتحولت، الرايه موجوده كانت على اللاعب تاكالو. ركله مرمى، ركله حر غير مباشره لجمال سالم، علي جعفر، بيكي المريخ، راجع عبد العاطي، عادت من جانب اللاعب رقم 7 اكرم جحنيط، دخل لفاق سطيف، ملعوبه في المكان الخالي والمساحه الخاليه، مرت الى خارج ارضيه الملعب، تحاولت لمصعد المريخ جانبيه، تلعب سريعا لجمال سالم حارس المرمى، جمال سالم، جمال على يوسف، امير كمال ورمضان عجب على الدين، جاد في المحور تماما، فكر في التصويب على، ولكن مرت الى خارج ارضيه الملعب، حاولت كانت من جانب على الدين يوسف، تبديل الان كوفي وغادر، اكرا، اكرا بالرقم 13 كوفي يغادر، اكثر لاعبي المريخ حركه في ارضيه الملعب يغادر، ودخول اللاعب اوغستين اوكرا، رامي ايمايل، يعني كوفي هذا اكثر لاعبي المريخ حركه في ارضيه الملعب، وتحولت من جانب الحارس كان خدايريه، تعود لمصعد اوغستين اوكرا، اوكرا على يوسف، على الدين يوسف لرمضان عجب، لمواد تراوري، لرمضان عجب يبحث عن تمريره لراجع عبد العاطي، مرور لراجع ممتاز، تمريره لمواد تراوري ويكسب مخالفه، راجع عبد العاطي يلعب كل على الدين يوسف، بخيت خميس، بخيت لبكر عبد القادر، المدينه محاوله المرور والعكسيه داخل منطقه الجزاء، الراسيه مبعده، عادت لراجي في مكان ممتاز على يوسف، تمريره سريعه يا لاعب رمضان عجب، يلا رمضان لاكرا، رمضان العكسية داخل منطقة الجزاء، تراوري ولكن ممتاز 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 في اللقطة الماضية، وسنشاهد في العادة نعم شاهد تراوري الرأسية الخاطفة مرت بجوار الغايب إلى ركلة الطرف، هذه صعبة حتى على أعتى حراس العالم، لكن مرت إلى خارج أرضية الملعب، ربما الظفر هو الحل القادم في الفرقة المريخية أيضا، ورقة ثالثة بدنا استدعاء ظفر من جانب
المنطقة الفنية على الراسية من جانب أمير كمال. لعبة مساعد عمر بخيت. يلا يا عمر العب كورة سريع. قال لاعب بكري عبد القادر اسرع بكري الان استعمل مهارة بكري يمر بكري يلعب لرمضان او لتراوري تعود لمصلحة المريخ مع عمر بخيت يفتح لين فيها لاعب رمضان عجب استلام لرمضان عجب مرور لرمضان عجب فكر في العكسية رمضان نعم يعكس كورة رمضان ولكن الدفاع يبعد الى ركنه ارتباك دفاعي ارتباك دفاعي فان سطيف حرك تراوري يا بكري يجب ان نستفيد من مثل هذه الكرات من ركنيتين عدل المريخ ومن هذه الركنيه اتمنى ان يتقدم المريخ باساسها كابتن خالد احمد المصطفى اذا ركنيه الان لعب داخل منطقه الجزاء تراوري عادت لاخرى ملعوبه لعلي جعفر علي جعفر عوده لعمر بخيت لعمر سريع تيار بخيت خميس بخيت عكسيه داخل منطقه الجزاء والراسي معده من بوشار تعود لرمضان عجب عجب عكسية ما فيش حد أقرب مرة إلى ركنية من جديد مصعد الفرقة الحمراء من الناحية الأخرى على يوسف على تنفيذ ركنية على الدين يوسف يلعب كرة عكسية في الغائم الثاني مرة إلى جانبية ما عرفنا على الدين يلعب على الغائم الثاني مطلوب كان موجود مطلوب موجود علي جعفر في الغائم الثاني وتراوري لضرب الكرة الرأسية على تراوري من جديد بدأ التفكير في التمرير مرة إلى ركنية نعم من جديد يلا يا كوفي عفوا أكرا أوغستين أكرا كوفي من ركنيتين نفس بنجاح المريخ عاد أكرا الآن إن شاء الله الثالث على أقدام لاعبي المريخ أكرا خاطئة وركنية من جديد عبد الملك زياد يستعد للمشاركة نجم الاتحاد السعودي السابق هو فارق الصيف الحالي بكري عبد القادر تولى تنفيذ ركله ركنيه بكري العكسيه والراسيه لكن مرت جاء اللاعب اكرم جحنيط اكرم جحنيط وتحولت لمصعد على الدين يوسف الى جانبيه لمصعد الفرقه الحمراء الريح سيطر تماما على شوط اللقاء الثاني الكره الان تحولت لمصعد الفرقه الحمراء وموجوده الجانبيه للفرقه الحمراء سيايه دقالو قادر وزيايا الى داخل ارضيه الملعب بالرغم صاحب الهدف الاول دقالو شايف طبعا اعاده الهدف لدقالو زيايا دقالو شايف قادر دقالو شايف قادر لعبت الكره الحكم وقف المباراه من جديد حكم الرابع ستيك بويا يجب ان يرفع الراي اللوحة لحكم المباراة ليرى اللاعب الخارج نعم تاقالو خارج إلى خارج أرضية الملعب والآن نعم في الأستاذ إدريس تاقالو أو تاقالو إدريس تاقالو شاهد دقة الهدف الأول لتاقالو خروج زيايا تقال دخول سيايا مرة الكرة اللي على يوسف سلام مع الدوران اللي على يلعب لبخيت خميس بخيت خميس لراجع عبد العاطي راجع عبد العاطي تمرير لي على الدين يوسف مرة على الدين يوسف تحولت رمضان عجب تصويبين بعيد خطيرة ولكن في احضان حارس المرمى اصطدمت وتحولت هنا وخطورتها طبعا في الاصطدام بأحد المدافعين غير اتجاهه ومسارها مباشرة ربما كان يستفاد المريخ في اللقطة كرة عادت لمصلحة الفرقة الجزائرية لمصلحة اللاعب فارس حاشي فارس حاشي يلعب كرة أمامية والراسية من أمير كمال أمير يحاول أمير مو بعد الكرة الماضية قررت لمصلحة فارس الصيف جانبية ظفر كما ذكرت نعم يستعد المشاركة خروج عمر بخيت دخول ظفر خروج عمر ظفر الى داخل ارضيه الملعب خروج عمر بخيت استكمل مريخ تبديلاته وتراوري خروج عنكبة دخول ايضا اللاعب اوكرا خروج كوفي دخول ظفر وخروج عمر
مرت التراوري، يلا تراوري، باس تراوري في المرور، عمل الدفاع على تراوري، استلم الكره واستحواذ مادو تراوري، ينجح تراوري في المرور ولكن صعود على ارضيه الملعب. عادت تزراره على يوسف حاشي، راجع عبد العاطي، خبره السنين من راجي، جانبيه ليوفاغ سطيف، جانبيه ليوفاغ سطيف الجزائري، حاشي على التنفيذ الجانبيه من جانب وفاق سطيف، فارس حاشي، قامت علي جعفر، وعلي جعفر يلعب لبخيت خميس، بخيت خميس ظفر، مرور لظفر، حاول استلام الكره ظفر، مرت لمصلحه اللاعب ربيع ملود اللاعب الجزائري، عاده جانبيه لمصلحه بخيت خميس، تكون داخل منطقه الجزاء، يلعب لبكري عبد القادر، بخيت العكسيه، ممادو خطيرا للمريخ، ولكن يعود من جديد راجع عبد العاطي راسيه تجاه اللاعب رمضان عجب، رمضان لراجي، سيطره تمرير وتدخل ولمسه يد، نعم خالف، منع اللاعب تنفيذ زرار الكره بيده في اللقطه الماضيه، تنفيذ زراره ايضا لاعب كبير في وفاق سطيف، لكن عبد المنعم جابه كان من قبل موجود في هذا الفريق وانتقل للافريق التونسي سماعات، اصبح هو الكابتن العام في الفرقه الجزائريه الصيفيه. في الدوري الجزائري طبعا تم التمرين 2014 عنده كاس السوبر مع الاهلي 2014 ندخل باللاعب بالرقم 21 عصام باعوز، عصام باعوز يستعيد المشاركه، سنرى من سيخرج، عصام باعوز يستعيد المشاركه في فاق سطيف الجزائري، سيخرج في ارضيه الملعب، مخالفه الان تراوري يلعب لعلي جعفر، تصويب من بعيد مرت الى خارج ارضيه الملعب، ممكن بخيت خميس وجود تصيب الكره القدم اليسرى، طالما هو أراد تنفيذ الكرة لأحد اللاعبين في كرة القدم اليسرى، خروج اللاعب توفيق زرارة، لاعب ارتكاز، دخول لاعب عصام باعوز بالرقم 21 اللي دخل أرضية الملعب من جانب وفاق سطيف الجزاء، عصام باعوز توفيق زرارة، نعم سقط داخل أرضية الملعب بعد أن رفع الحكم الراية أو اللوحة، كل الملاعب حتى ليس في ملعب المريخ وليس مع الكره السودانيه فقط بل حتى في ملاعب الغرب الافريقيه يعاني جميع الانديه من التحكيم الافريقي، نتمنى 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 ان يرتقي مستوى التحكيم الافريقي بمستوى كره القدم الافريقيه التي اصبحت لا وجود لارض ولا جمهور في كره القدم الافريقيه. خضيريه يلعب كره تعود الراسيه الماضيه، تعال نسلم الزميل سوار في البين سبورت، المريخ متاهل، ملك الغارد ايضا، كرة تحولت لمصلحة رمضان عجب، مخالف لمصلحة اللاعب باعوز، أخرى زيادة من جانب هذا اللاعب أخرى أيضا، مخالفة لمصلحة فريق وفاق سطيف الجزائري، إبراهيم أمادة على تنفيذ المخالفة، لاعب داخل منطقة الجزاء، علي جعفر راسية من جابه خطيرة، تمريرة بينية أكرم بحنيط ولكن موجود ممتاز، راجع عبد العاطي عمل الستر الدفاعي الممتاز للحارس جمال سالم، ممادو تراوري، ممادو تراوري مرة في سفيان خضيرية، لاعب المريخ في اللقطة الماضية، وخضيرية على التنفيذ ركلة المرمى لفرقة وفاق سطيف، لعبت أمامية تعود من علي جعفر راسية وسط الملعب على يوسف، يكمل تراوري أكرا، عودة لعلى يوسف، البحث عن تمرير أمامية تجاه اللاعب بكري عبد القادر، وجود بكري حاول يحصل الكرة، بكري مرت إلى خارج أرضية الملعب إلى رمية جانبية لمصلحة فرقة وفاق سطيف الجزائري، اتلعبت سريعا
عادت من جانب رمضان او امير كمال. اعود ل رمضان عجب وسط الملعب. بكري قدم بكري يلعب لتراوري. تراوري للاعب بخيت خميس. راية موجودة من هذا المساعد جوديش أمان المساعد الثاني. خميس تسلل اللقطة الماضية. خميس اللقطة الماضية في نور تسلل ركلة حرة غير مباشرة لمصلحة الفريق السيف الجزائري. خضيرية في ركلة المرمى مساعد الفريق السيف الجزائري. دعمت مرة إلى خارج أرضية الملعب. مرت لمساعد وفاق سطيف الجزائري. مرت لمساعد الفرقة الحمراء. تدخل من جانب اللاعب إبراهيم أماد. مرت إلى خارج أرضية الملعب جانبية لمساعد راجي عبد العاطي. لعب سريع عن راجي. أعود للفرقة الحمراء. مرت لأمير كمال. رمضان عجب. رمضان البحث عن تمريرة. صعود رمضان للاعب أمير كمال. سقط جابو أو أكرم جحنيط. عدد تيم مصعد بخيت خميس من جديد. الله بخيت. ألعب بكري. سلام لبكري. محاولة بكري. وصل الملعب بكري يلعب لراجي. راجي عبد العاطي السلام. تفكير في التمرير لراجي. يطلب المساندة. يلعب لرمضان عجب. ممتاز رمضان. وترول لرمضان. البحث عن تمريرة. رمضان عودة لأمير كمال. معك راجي وصل الملعب. نعم دارت السنتر تماما. راجي سلام لراجي. بحث عن زميل. العودة لعلي جعفر. علي جعفر لأمير كمال. تمريرات مريخية. تغصيف راجع بأكملياته في المنطقة الخلفية. عودة للاعب جمال سالم حارس المرمى. نعم عملية السحب. لاعب فريق السيف من المنطقة. وتمرير أمامي من جمال سالم تجاه بكري. مرت إلى خارج أرضية الملعب. إلى رمية جانبية لمصلحة الفرقة الجزائرية لمصلحة فريق السيف الجزائري. لمصلحة المريخ. ملعوبة لأوكرا داخل منطقة الجزاء. محاولة التصويم. مرت إلى ركنية. ركنية قادمة لمصلحة المريخ. إعادة مرة الكرة الماضية. ركنية أوكرا تمرير خارج منطقة الجزاء لراجي. استلام لراجي. تمرير لبخيت خميس. الفريق دائما ينجح في الكرات العكسيه. لماذا لا نلعب العكسيه داخل منطقه الجزاء؟ خطير بكري والتصويبه مرت الى خارج ارضيه الملعب. الى ركنيه قادمه من تلعب داخل منطقه الجزاء. الكره الطوليه. ظفر موجود. علي جعفر موجود. مرت لمصلحه المريخ ركنيه. بكري عبد القادر بيلعب كره عكسيه داخل منطقه الجزاء. هذا من جانب الدفاع. استمرار دفاعي. عادة لبكري. تلاغى لبكري. مرور لبكري. عكسية لبكري. أين الراسية؟ عادة من جديد. زاري علي جعفر. نعم ممتاز علي جعفر أمام سيايا. خلص الكرة الماضية. تعود لأكرم جحنيط. سلام لأكرم. محاولة المرور. أكرا. أكرا. تمريرة اللاعب تراوري. مرت للحارس سفيان خدايرية. استلام الكرة الماضية سفيان. خدايرية يلعب بغمزة تجاه اللاعب ربيع مليود. ربيع مليود. ايضا مشاهدة الكلام في كل مكان. يمكنكم مشاهدة المباراة على منطقة الـ HD على القمر الإماراتية سات على مدار 50 شرقة تردد 12 4 6 4 5 6 وايضا عبر هذا الملاعب الرياضية سودان سبورت تردد 12 6 8 2 كرة تحولت لمصعد أكرا. 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 مرت الى جانبيه.
مرت لمصعد الفرقة الحمراء، تحولت من جانب المريخ أمير كمال. أتمنى أن نكون قد وفقنا في نقل هذه المباراة بالصورة المطلوبة والتي يريدها جمهور المريخ وجمهور الكرة السودانية والجماهير المتابعة لقناة الملاعب عبر شاشة سودان سبورت. إشادة كبيرة للإخوة في النقل الخارجي ولاية محمد زين، كذلك لله الزملاء في قناة الملاعب الرياضية. تحضير كامل بدري لهذه المباراة عبر التقارير التي تم عرضها لكم في الفيديو التحليلي مع زميل محمد خير. أيضا مجهودات مقدرة لكل الزملاء بكل تأكيد. كرة تحولت لمصعد وفاق الصيف الجزائري جانبية، وفاق الصيف جانبية لمصعد وفاق الصيف. عادت لجمال سالم ملعوبة، تراوري حسن، تراوري تعود لمصعد وفاق الصيف. من النفس حيدا بهدف ثالث، وبإذن الله تعالى لا مستحيل، لا مستحيل، والهدف بإذن الله تعالى قريب للمريخ. وصلنا مباراة أيضا 19 في الجزائر، مريخ وفاق الصيف، لقاء الرد ولقاء الإياب. علي جعفر سباق على الكرة، يلعب علي جعفر لأمير كمال، سباق تحية لعلي جعفر، أمير كمال خاطئة ملعوبة، جاء اللاعب إبراهيم أمادة، يلعب إبراهيم للاعب مؤمن جابو، مؤمن خطيرة تصويبة من مؤمن مرافق جمال سالم اللاعب. هذا عمل كبير جدا خطار المريخ، كرة ملعوبة لظفر، لاعب ظفر، الله ظفر ذكرنا ايام زمان، ايام الموسم الماضي والسيزون الماضي، ايام الترجي والانديه الافريقيه اللي تحرز فيها ظفر، ودائما كان يتميز ظفر باهداف. جابوا في التصويبه الاخيره صوب جابوا، لكن جمال كان موجود، كان مؤمن جابوا، وتلعب على مصاعد المريخ من جانب اللاعب بخيت خميس، يلعب لتراوري، تراوري اوكرا، عوده وسط الملعب لتراوري، ممادو لاوكرا، لتراوري دخل على تراوري، مرت لي عبد الملك زيايا، جابوا عبد المؤمن جابوا، يجب على الكرة عبد المؤمن جابوا، تظهر المساندة، يلعب لإبراهيم أمادة، جابوا من جديد، يضغط ظفر، استخلاص من جانب ظفر، ممتاز ظفر، يلعب كرة، يلعب بكري عبد القادر، يلا بكري في مساحة، بكري في مساحة، استلم لبكري، يحاول المرور بكري، توقع البكري داخل منطقة الجزاء، مرور لبكري داخل منطقة الجزاء خطيرة، يا سلام يا سلام يا سلام. بكري بكري بكري، مرور لبكري وممتاز بكري، أخذ الأول وأخذ الثاني بكري، صوب بيسرى وكان بالإمكان حقيقة أفضل مما كان في اللقطة الماضية لو كان التمرير لأحد القادمين من الخلف. نعم هناك تراوري نعم، ولكن حل فردي ممتاز ومرور ممتاز وتصريب لم يحالف الحظ في اللقطة الماضية. بكري عبد القادر المدينة هداف المريخ في اللقاءات الجزائرية وفريق المريخ. لاعب اشتغل على ارضيه الملعب من وفاق الصيف، ذكرت انه اليوم مباراه الشباب التنزاني والاهلي القاهري في بطوله دوري ابطال افريقيا، اسيك واهلي طرابلس، المريخ والوفاق، الزمالك ومولوديه بجايه، الملعب المالي وزيسكو الزامبي والوداد البيضاوي المغربي ومازيمبي الكنغو. هذه هي مباريات الابطال في هذا اليوم، 12 مباراه جمعت الفريقين او جمعت المريخ مع الفرقه الجزائريه. كسب المريخ 7 مباريات مقابل 4 تاهل، 1 تعادلية، 18 19 هدف سجل المريخ في مرمى الفرقه الجزائريه مقابل 17 هدف للفرق الجزائرية. المدينة هدافا يليه مجاهد، أيضا مجاهد محمد أحمد نجم المريخ السابق، ونادي التقى فيها المريخ في كأس الكونفدرالية وهي 3 مباريات. شباب بلوستاد التقى بالمريخ من قبل في الكونفدرالية وأولمبي الشرف وشبيبة القبائل. العام الماضي التقى المريخ في دور المجموعات لشباب العلم الجزائري واتحاد العاصمة والوفاق الصيف الجزائري، ولجت مرمى المريخ حتى هذه اللحظة من الأندية الجزائرية 15 هدف مقابل 19 هدف للمريخ، وخالف للراجع عبد العاطي، يلا راجي، ممادو يطلب الكرة، لعبت لممادو تراوري الراسية ولكن عادت من جانب الحارس سفيان خضيرية، علي جعفر سلام لعلي مع عبد المؤمن جابو، يلعب لبخيت خميس، بخيت يلعب كرة عكسية داخل منطقة الجزاء، تراوري خطيرة ظفر، والحكم اعطى ركله ركنيه لمصلحه الفرقه المريخيه. يتقدم اللاعب
بكري عبد القادر لتنفيذ الركله الركنيه القادمه لمصلحة المريخ. اتمناها في المرمى. يلا يا بكري، كره عكسيه مبعده من جانب الدفاع، تحولت لمصلحه المريخ، لمصلحه المريخ، لمصلحه الزعيم جانبيه، عادت لبكري، حاولت التوقل، بكري يعكس كوره ومرت في القائمه الثانيه لتراوري، استلام لتراوري ومحاوله المرور لتراوري، يبحث عن زميل تراوري، يطلب المسانده، مماتو يلعب كوره لعلاء يوسف، ممتازه داخل منطقه الجزاء، على كوره علاء ومبعده من جانب الدفاع، يلا ابراهيم اماده، موجود تراوري، استخلاص الكره ممتاز، تراوري مزاحم بلاعبين اثنين، تدخل لعلاء الدين يوسف، ايضا رمضان عجب، استلام الكره من جانب رمضان وعلاء يوسف، سيطره لعلاء، تمرير للاعب راجع عبد العاطي، راجي استلام، سيطره مريخيه، يلعب لبكري عبد القادر، يلا بكري استلام، كنترول لبكري، مرور لبكري، محاوله العكسيه بكري، يمر بكري، فكر في التصويب بكري، صوب كوره بكري، ولكن خضيريه خلص الكره الماضيه، ممتاز 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 بكري في اللقطه الماضيه، محاولات كانت لبكري حقيقه ومجهودات لبكري، ولكن مرت الكره. الى ركله مرمى، ركله مرمى لمصلحه وفاق الصيف والعوبه. دقيقتين فقط تفصلنا عن الزمن الرسمي لهذه المباراة، 43 دقيقة الآن. شكرا لكل الزملاء الذين عملوا بجهد لإخراج هذه المباراة بالصورة المطلوبة. راجي عبد العاطي، مرور لراجي، على يوسف، في التصوير عبد القادر القرائي، نزار جاويش ومحمد عبد الحليم، محمد عبده، وكذلك عماد فرح ونور الدين محمد أو نور الدين محمد، فخري أحمد، وفي الهندسة الصوتية فواز البساطي وفخر الدين أحمد، وفي الكهرباء عمر مصطفى، وفي الإعادة البطية أيضا طارق خضر ومجاهد شنتو ومهندس تلفزة محمد المامون وحسن أحمد القمر وصناعي والSNG فتح الرحمن الطاهر وعبد الله محمد. تغيير في وفاق الصيف الجزائري وتبديل تكتيكي، اللاعب برقم 5 يستعيد المشاركة في وفاق الصيف الجزائري، لاعب برقم 5 في وفاق الصيف الجزائري يستعيد المشاركة، عياش زيوش، عياش زيوش يستعد للمشاركة، خروج عبد المؤمن جابو، جابو يغادر صاحب الهدف الثاني وجيوش، عياش زيوش بالرقم 5 دخل أرضية الملعب، أيضا في الإشراف الهندسي أحمد سليم ومحمد سين نابري، إشراف عام محمد عمر الفاروق وأبو عبيد البقاري، وإخراج طبعا لهذه المباراة بأنامل ذهبية من الثنائي هيثم محمد دور وجراهام أحمد. كرة عادت، شكرا لكل الزملاء الذين نقلوا لكم هذه المباراة عبر الملاعب، نتمنى أن نكون وفقنا في النقل وفي الصورة، وأيضا الغادم أجمل بكل تأكيد عبر الملاعب، غادم مباراة الأهلي شندي و مديام الغاني، منقولة عبر الملعب الرياضية مباشرة. كرة على التيم الصحد، لمصلحة المريخ، أخير خميس طبعا وارث الأهلي شندي، الاستوديو حيكون من داخل ملعب شندي كما أشار الزميل محمد زين، أيضا شكرا للزميل محمد خير لغاية الاستوديو التحليلي، والزميل ناهد الزميل ناهد بشير، وكذلك للزميل محمد المصطفى. و تلعب الكرة الأمامية لمصلحة الفرقة المريخية، عادت لمصلحة، ثلاث دقائق طبعا أشار بها الحكم الرابع.
ملعوبه داخل منطقه الجزاء، تراوري راسيه ومرت لمصعد فرقه تفاق الصيف الجزائري، ملعوبه لاوكرا، ممتاز اوكرا في الاستخلاص، بخيت خميس، يلا بخيت، بخيت يمرر، يلعب كوره لبكري عبد القادر، يلا يا بكري، صار العكسيه داخل منطقه الجزاء، لو مرت هذه الكره، لو مرت هذه الكره لاوكرا، مرت للاعب رمضان عجب، رمضان عجب، مرور لرمضان، محاوله العكسيه لرمضان، يلعب كوره ولكن عادت من جانب الدفاع لعلاء الدين يوسف، زيايا وعلاء، زيايا وعلاء، ينجع علاء في تمرير لتراوري، تراوري وعلاء، زيايا امام الكره، حكم يطلب زيايا العوده للمكان الصحيح، ملعوبه سريعه لعلي جعفر، تمرير لبكري عبد القادر للمدينه، يلا يا بكري، حاول الدخول داخل منطقه الجزاء بخيت خميس ولكن مرت الى خارج ارضيه الملعب. رد لزميل محمد خير في الاستوديو التحليلي وللزملاء والكباتن ايضا خالد احمد المصطفى و باشمهندس محمد موسى، اليوم الزملاء الجميل حقيقه في الفرقه الحمراء. ركله مرمى لخدايريه سفيان على تنفيذ ركله المرمى، يلعب خدايريه الكره الماضيه وسط الملعب راسيه عادت من جانب بخيت خميس تعود لمصعد الفرقه الحمراء، ولكن عادت الكره في اللقطه الماضيه لمصعد وفاق الصيف اكرم جحنيط، استلام لاكرم والتمرير اللاعب عصام باعوز، باعوز استلام والتمرير لمصعد وفاق الصيف كما عودنا المريخ في الموسم الماضي، العوده بنتائج ايجابيه باذن الله تعالى سنعود من الجزائر بنتيجه ايجابيه للفرقه الحمراء، كره ملعوبه ومرت الى خارج ارضيه الملعب الى رميه جانبيه لمصعد فريق وفاق الصيف الجزائري، رميه جانبيه لمصعد فريق وفاق الصيف الجزائري، بعد هذه الرميه ربما يطلق الحكم صافره نهايه هذه المباراه، لعبت نفاق الصيف ملعوبه اماميه واقرب لجمال سالم، حصل جمال حارس المريخ، جمال العب يا جمال، نعم مرت في علي جعفر، علي جعفر الكره الطوليه مطلوبه، مرت لبخيت خميس، اوكرا تلاقى لاوكرا، نعم اوكرا يلعب لبكري داخل منطقه الجزاء، يلا يا بكري خطيره ومرت الى ركنيه قادمه، الفرح في الركنية القادمة إن شاء الله بكل تأكيد، آخر أمال الفرقة الحمراء والملعب بأكمله في هذه اللحظات، أتمنى أن تكونوا موجودين في داخل الإنسان المريخ يقف في أكمله في هذه اللحظات، يا رب في المرمى عكسية والراسية تعود خطيرة لعلي جعفر، راسية من جديد ومرت للاعب فارس حاشي يبعد الكرة الماضية، وفي هذه الأثناء جوش بونتو قاضي الدولة البوتسواني يعلن نهاية المباراة بين فريقي وفاق الصيف الجزائري والمريخ بتعادل إيجابي بهدفين لكل فريق هنا في ملعب استاد المريخ، بإذن الله تعالى المريخ يعوز في المباراة القادمة في الجزائر، لكم خالص تحياتنا عبر المشاهدين الكرام في كل مكان عبر قناة الملاعب الرياضية، صدام محمد صالح معلق على هذه المباراة وإعادة أهداف المباراة، هدف راجع عبد العاطي الأول في مرمى وفاق الصيف، وأيضا راجي طبعا احرز هدفين، الهدف الاول والهدف الثاني التعادلي، هذا هو هدف وفاق الصيف الثاني ايضا من جانب اللاعب عبد المؤمن جابو، احترموا فريق وفاق الصيف حقيقه فريق المريخ في هذه المباراه وعمل المريخ في حساب، لذلك نال النتيجه الايجابيه والتعادل بهدفين كل فريق من هذا الملعب حتى الملتقى، مشاهدي الكرام في كل مكان في لقاءات رياضيه قادمه، لكم تحيات صدام محمد صالح، نعود مباشره للزملاء في الاستوديو ثم العوده الى زميل محمد خير لمواصله الاستوديو التحليلي، السلام عليكم ورحمه الله تعالى.